هذا هو الأرجنتيني، هذا هو شوية من إنشتاين، شوية من جوزيبي فيردي ذا أوبرا، إذا أنت فنان شوية من تشارلي شابلن، كأنه يستعرض في الفنون ويتكلم لغة صامتة ولكن معبرة. إن تكلمت بلغة الرسم فهو ليوناردو دافنشي، كان تكلمت على أنه نحات فهو أكيد أكبر النحاتين رافاييلو، إذا كنت من العلماء فهو الطبيب ألكسندر فليمنج الذي اكتشف البنسلين. ولن يترك الأرجنتين هكذا تخرج من المونديال في